عيونه تملي بيبتسمه من ضي الشمس حروف اسمه وعيونه تملي بيبتسمه طفل مصري واثق من نفسه وبيعمل مغامرات رائعة جدا في التاريخ. نور ده هو بطل مجلة بتصدرها رابطة خريجي الأزهر العالمية. هي مجلة مصورة بتقدم للفتيات والفتيان من سن 8 ل 18 سنة. المجلة بتصدر كل شهر، ونور اللي احنا شفناه دلوقتي هو طفل مصري عنده 10 سنين بيعشق المغامرات. الفكرة بسيطة جدا وفكرة مفيدة وفيها كلها معلومات. نور بيسافر عبر بوابة التاريخ للماضي، بيبحث عن تاريخ العرب، عن تاريخ المسلمين، وبيكشف سر النهضة العربية والإسلامية اللي أبهرت أوروبا. بيروح لعلماء المسلمين والعرب وبينقل لنا الواقع والتاريخ بشكل كبير ومفيد، وبيقدم معلومات كتيرة قوي لقراء المجلة دي. هنعرف تفاصيل أكتر عن المجلة مع الدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة نور. أهلا بك يا فندم. أهلا بيك. وصباح النور. صباح النور. حضرتك عاملة إيه؟ صباح على حضرتك. صباح الخير. صباح الخير. وخلينا نقول إن تم إصدار المجلة من سنة، وكان في دعم كبير جدا حصلت عليه من سيادة الرئيس، وكان في تكريم كمان من الشيخ الأزهر. يعني كل ده إزاي برضه حضرتك بتشوفيه؟ ده نجاح في حد ذاته، بس خلينا نعرف الأول عن المجلة وعن هذا النجاح اللي وصلتوا له. اتفضلي. هي المجلة زي ما حضرتك تفضلت وقلت إنها بتصدر من الرابطة العالمية الخريجي الأزهر، اللي هي تابعة للأزهر برضو، واللي هي يرأس مجلس إدارتها الشيخ دكتور أحمد الطيب. الفكرة كلها لما بدأنا المجلة إن هي كانت يعني الفكرة إن إحنا نقدم ثقافة، تقدم فكر يعني بسيط للطفل المصري والعربي، فكر يبعده عن الأفكار المتشددة، ثقافة محتاجينها في الفترة دي لأطفالنا، إزاي تجعلنا نبني شخصية طفل سوي في كل المواد اللي بتقدمها المجلة والقصص. شايفين ده نور. نور. ده احنا ده ابلكيشن الموجود على الاب ستور والجوجل بلاي دلوقتي، انه بعد ما انتهت السنة الأولى حطينا ال 12 عدد على كابلكيشن، عملناها كابلكيشن بحيث انها تبقى متاحه لكل الناس وكمان بره، لان احنا كان بيجي لنا طلبات كتير قوي من جاليات بره يقولوا ان احنا عايزين المجله وعايزين نقدمها لاولادنا وكده، فجت فكره ان احنا نقدمها كابلكيشن. طب عايزين نتكلم على محتوى المجله. يعني نور هنا ده شخصيه بيسافر للتاريخ وبينقل لنا احداث تاريخيه وشخصيات تاريخيه في الحضاره العربيه والاسلاميه زمان. هنا فكرة التبسيط بقى فندم، لأنه التاريخ مادة صعبة ومادة جافة جدا، وحتى بأسماء الحوادث أو حتى الشخصيات بتبقى صعبة شوية على الأطفال. إيه الجديد اللي بيقدمه نور، وإيه الشخصية دي إزاي بتبسط التاريخ؟ وقول لنا أمثلة كده فندم، يعني إيه مثلا الحوادث التاريخية أو الأزمنة اللي اشتغل عليها نور بطل المجلة؟ هو الحقيقة هي نور مجرد قصة في بداية المجلة، يعني ده الليدنج كاركتر بتاع المجلة الأساسية، لكن طبعا في شخصيات كرتونية تانية كتيرة وفي قصص وأبواب كتير في المجلة، إنما قصة نور بالتحديد هي المقصود منها إن احنا نسلط الضوء على علماء العرب وعلماء المسلمين، وإن احنا نقول إنه إمتى كنا نقول إحنا في العصر الذهبي، لما كنا بنهتم بالعلم. فالنقطة دي يعني اللي احنا بنهتم قوي ان احنا نغرسها في اولادنا من خلال المغامرات اللي بيقدمها نور. يعني احنا لقينا ان اولاد كتير قوي ما يعرفوش حاجة عن جابر بن حيان، ابن الهيثم، عباس بن فرناس، كل العلماء اللي هم اثروا الحضارة في فترة من الزمن، وهم اللي جت بعد كده الاختراعات والابتكارات اللي حدثت في واكتشافات في اوروبا كانت مبنيه على اكتشافات وعلوم العلماء دول.
فده اللي حاولنا ان احنا نقدمه للاولاد بطريقه ظريفه وبسيطه جدا، انها مغامره. يعني هو بيسافر مع عمه المخترع ومعاه اخته الصغيره، وبيحصل يعني مغامره بينه وبين الشخصيه اللي احنا رايحين لها. يعني لو قلنا ابن بطوطه هنلاقيه بيسافر معاه، لو قلنا عباس ابن فرناس ممكن بيشوف الحدث ده اللي هو بيصير وبيحضروا المحاكمه، محاكمه عباس ابن فرناس في الزمن دوت. كانوا برضو في كل زمن هيبقى فيه هنقابل الناس الجهله، فالناس الجهله في الوقت ده اعتبروا انه عباس ابن فرناس ده ساحر او مشعوذ بالظبط. فالمحاكمه دي وكانت مهمة جدا ان احنا نقدمها برضو والاولاد ونور واخته يحضروها، بحيث هم نفسهم اللي بقوا يدافعوا عنه ويهاجموا الجهلة والمتشددين يعني بفكرهم، يشغلوا فكرهم كمان ويفكروا في الموضوع بالزبط. ده حلو ده. طيب انا عندي سؤال، الاقبال اصلا ازاي؟ دي نقطة. النقطة التانية، هل ممكن تترجموها مثلا بلغة اخرى؟ دي نقطة تانية. ورأيك ايه بقى، لان ده مرتبط برضو بالكرتون المدبلج، لان للأسف في حاجات كتير جدا ما ينفعش اطفال في سن معين، مش عايز اقول اسامي يعني الكرتونز معينة، بس ما ينفعش اطفال يشوفوها. لكن صحيح. فالموضوع بقى صعب جدا. هو احنا حاليا بنعمل مسلسل كرتون لنور، نور وبوابة التاريخ، برضو هيبقى انتاج 30 حلقة وناخد وقتنا فيه تماما، يعني مدة سنة هنكون بننتجه وشغالين فيه حاليا. يعني وما بنتكلمش علشان انه لما يعني يكون جاهز وعلى مستوى جيد يقدر ينافس الشغل العالمي، لان يعني هي دي الرؤيه اللي احنا شايفينها في كل حاجه عايزين نقدمها للاطفال. لما جينا نقول مجله وشخصيات، حبينا نقدم الشكل المبهر اللي لا يقل عن اي مجله عالميه او اي شخصيات عالميه، فعايزين نعمل ده كمان في الكرتون. بالنسبه لحضرتك بتقولي الاقبال، احنا يعني كتير قوي قالوا ان الاولاد الايام دي ما بتقراش، يعني احنا نقول ايه، الحمد لله انه على انه في احنا في زمن الاولاد فيه ما بتقراش، فنور عملت نجاح بالظبط. ان يبقى في ابلكيشن كمان، ده في ابلكيشن، في اكتر من ابلكيشن، لانه في ابلكيشن اللي هي عليها الاعداد. الحقيقه احنا بنحاول ايه نحصر الولاد، يعني نيجي نقول ايه الولاد بيحبوا الحاجه الديجيتال، فخلاص حطينا لهم اعداد على الديجيتال. كمان حاجة تانية، احنا عملنا ابلكيشن تفاعلي على المجلة، يعني لما نبص على في كود كده موجود على غلاف المجلة، ده ابلكيشن اسمه ايبك مار، لما الولاد بتعمل له سكاننج يقدروا جوه المجلة بيلاقوا في صفحات عليها علامة معينة، بيعملوا لها سكاننج بالابلكيشن، تبتدي تنقلهم لمحتوى اضافي. يعني فرضا احنا مثلا في باب خير اجناد الارض بنتكلم عن الشهيد عبد المنعم رياض مثلا، فممكن تنقله لفيديو عن الموضوع. لو انا عندي في باب ارث ملون رسم تلوين، ودي حاجه كل الاولاد بتحبها، فبرضه ممكن يبقى فيه تلوين ديجيتال، يعني ينقله لحته يلون يلون اونلاين. الشكل التقليدي يا فندم للمجله العاديه لا، ده خلاص لا احنا لا واحنا الحقيقه احنا اول ناس نعمل كده يعني. فده مالتي ميديا، يعني انا ممكن اشتغل ديجيتال، ممكن اخش على اللينكات وممكن اقرا نص تكست مكتوب بالظبط، ممكن يخش مسابقه، يعني مساعد المسابقه كنا في رمضان قلنا لهم مسابقه هتقراها الاسئله على الابلكيشن، يعني اعمل سكاننج وخش وحل وتعمل سكورنج، بتعمل له السكور ويعني البرمجه، بحيث ان احنا بنطلع الولاد اللي فايزين واللي جاوبوا صح. دايما بيبقى في تحدي كده للماده او المضمون اللي بيتقدم للاطفال، يعني الطفل دايما ايقاع العصر بيتغير، ثقافته بتتغير، طفل النهارده مش زي الطفل اللي كان على زماننا مثلا بنقرا مجله ماجد وسمير والحاجات دي. على مالها بقى ماجد وسمير؟ يعني لا جميله ولسه موجوده لغايه دلوقتي. جميله وموجوده. انا كنت بحب سمير قوي، فاكر فلاش برضه؟ شخصيه مصريه وفلاش وكوكتيل، يعني كان في كذا حاجه. الطفل دلوقتي هو انت اتغير، يعني الطفل دلوقتي طبعا ثلاث سنين وبيفهم اكتر مننا، بقى عنده الايباد ده هو قبل الكتاب. صحيح. فكويس انك بتخاطبه كذا حاجه، ان هو ممكن يبقى في ابلكيشن وغيره. انا بس سؤالي على القائمين على صناعة المحتوى للطفل. ليه؟ لأن عندي أنا مشكلة كبيرة قوي. أنا عندي كتاب بيكتبوا للكبار، بيكتبوا روايات،
مع ان الكتابه للطفل في بعض الاحيان ونقاد بيقولوا كده اصعب من الكتابه صحيح. للكبار صحيح. وانك تاخدي السيجمنت او الشريحه الخاصه بالفتيان والكتابه دي تبقى محمله بقيم قيم صحيح. العلم زي ما حضرتك بتقولي وغيره. فهل انا عندي كوادر او مبدعين او ناس بيشتغلوا على صناعه المحتوى دي انه يقدم كتابه للطفل ده موجود بنفس تفكير الطفل وبنفس ايقاع العصر اللي احنا عايشين فيه؟ هو الحقيقه موجود بس بيبقى بيحتاج بحث يعني ان انت تدور على الكوادر دهيت. فالفكره كلها ان انت اولا انت بتحط منهج وسيستم للمجله واحنا كتيم اللي حطينا فكره الشخصيات والقصص هتمشي في انهي محور وانهي مسار. بعد كده ممكن يجي الكاتب يكتب على المنهج اللي احنا بنتكلم عليه. ده كان موجود الكتاب دول ده كان يعني بتتعاملوا معاهم في كتاب من الشباب وفي كتاب من الرواد. فده موجود وده موجود. بس الحقيقه الواحد في الاخر بينتقي اللي كان عنده خفه ظل في السيناريو صحيح. بتاعه او اللي بيقدر يقدم المغامره يعني. فحضرتك هتندهش مثلا ان احنا من الناس اللي حرصت على انها تكتب معانا من الكبار بقى دكتور احمد خالد توفيق بيقدم حاجات كوميديه في منتهى الروعه يعني. يمكن ده حاجه روايات فيها رعب ساعات على فكره هو اساسا هو الشباب كلهم بيحبوه لروايات الرعب يعني. بس معانا بيقدم الشيف فلفل فده شخصيه كده يعني بتبقى اللي بنقول عليها جاج اللي هي تبقى صفحه واحده حاجه تضحك. طيب ميدو هولمز حاجه فيها لغز يعني برضو الدكتور احمد خالد شيرلوك هولمز كده ميدو هولمز فيدي بقى فكره بتاع المصري بقى الحته المصري بالظبط. لا كمان بتدي ايه انه الولاد هتشوف الجريمه يعني الجريمه البسيطه يعني ويفكروا هنحل اللغز ازاي وبي حاجه تشغل مخ الطفل هو ده اللي احنا محتاجينه. ودكتور نبيل فاروق كمان لينا معانا قصه اسمها لاعب نمره 10 مع استاذ فواز الرسام. طيب دكتور نهى احنا معانا فيديو ليه كلمه شيخ الازهر كان بيتكلم عن المجله والتكريم كمان حابين جدا ان احنا نشوفه مع حضراتكم. خلينا نروح نتابع. هذه المجله لا ابالغ لو قلت انها تقوم فيما يتعلق بالمشكله او بالكارثه التي يعني اصيبت بها بلادنا وعالمنا العربي وهي كارثه الارهاب. هذه المجله تقوم بعمل عمل وثيق جدا بالواقع، يتخطى عبارات الانشاء ويتخطى مسائل التجميل او مسائل المجاملات او مسائل كل شيء تمام، وانما يتعامل بشكل مباشر. وانا سعدت جدا من قصه طاقه نور دي سواء كان في العدد الخامس أو العدد السادس أو العدد التاسع، لأن في العدد الخامس كان فعلا بيتحدثوا عن الإرهابيين، في العدد السادس كان مشكلة الإرهاب التي حدثت في باريس، وكان رد نور رد يعني رغم أنه في ثلاث أربع كلمات إلا أنه يختصر عالما من الكتب والوعظ والإرشاد والمحاضرات التي نسمعها، لكن هذه العبارات كانت مكثفة وصادقة في نقل أحاسيس نور إلى الأطفال الآخرين. دي كانت كلمة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وهو بيعلق على مجلة نور. وتابعنا الإمام وهو بيحافظ أسامي القصص بعناوينها وحللها وقال كلمة مهمة جدا هنا برضو. احنا لو عايزين نواجه الإرهاب والتطرف فالبداية من الطفل والبداية من الأفكار التنويرية اللي أنا ممكن أقدمها في مجلة زي مجلة نور. عايز أسأل حضرتك سريعا الطفل هنا دوره إيه بقى في صناعة المجلة؟ يعني هو بيتلقى المجلة وبيقراها بيتفاعل معاها لكن هو برضو طرف أصيل هو شريك في المنتج أكيد ده أكيد وده اللي احنا عايزينه. بيكتب بيشتغل بتاخده رأيه بيقول إيه كده يعني. هو اكيد حته ان هو يكتب ده اساس لان احنا من اول يوم طلبنا منه كده يعني في ابواب اتحطت بطريقه معينه حبينا ان هو يكتب فيها علشان يقوم يبحث ويجيب لنا هو مقالات عنها. حلو قوي ده. زي خير اجناد الارض وزي مصر ام الدنيا. احنا قلنا دول بابين ممكن يكونوا تقال على الطفل فلو اتعملت بشكل مسابقه ان انت هات لي قصص بطولات هيبقى فيها تحفيز هيبقى فيها تحفيز هو هيقرا وهيبحث ويبعت لي ام الدنيا انه ليه مصر ام الدنيا يعني دي كانت جدل في على الفيسبوك. انا كنت بشوف الشباب يعني حاجه ماده للتحكم فانا حبيت ان انزل الباب ده عشان اقول لهم لا هي فعلا ام الدنيا والسبب ايه انك انت ارجع لجوجل مش هقول لك ارجع لحاجه تانية
دور على أول مهندس في التاريخ هتلاقيه مصري، أول دكتور في التاريخ هتلاقيه مصري، فهي بالتالي أنت هتكتشف. احنا على كل حال سعداء جدا باللي قدمتوه حقيقي في المجلة دكتورنا ونورتينا حقيقي. شكرا جدا، شكرك يا محمد، وأنا هقابلكم الاثنين بقى إن شاء الله. نشوفكم على خير إن شاء الله، وبكرة معاد جديد في صباح أون. خليكم دايما معانا وخلوا صباحكم أون. صباح الفل.